ثم لا يوجد أصدقاء الأعزاء أمامنا. سعيدة جدا بأن نقدم اليوم رحلة تحقق من المعلومات، كيف نتحقق من المعلومات في عصر الأخبار الخفيفة؟ دليل أن انطلقت في صياغتي منذ الأيام الأولى لأدمج كوفيد 19 بعد اجتاحة عاصفة من الأخبار الزاخرة حياتنا اليومية. فكما تعلمون لقد ساهم الوضع الوباء في انتشار الأخبار الزائفة إلى درجة أن البعض اعتبر فيروس كورونا هو في الأخير سلاح بيولوجي، كما تم تطويره في أحد المختبرات البحرية الصينية. ربما هو شيء تم اختلاقه بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت من أجل الاستفادة من تسويق اللقاح المقترح. وليست هذه الأخبار إلا جزءا من وباء المعلومات التي تعيش على هذا الفيروس. وعادة ما يساهم المؤثرون في الرأي العام على غرار السياسيين ورجال الأعمال والتجار، عادة ما يساهمون في ترويج الأخبار الزائفة من أجل انتفاع التنويع عن مصالحهم. ومما لا شك فيه هو انتشار الميديا الاجتماعية وتعدد وسائل التواصل اليوم هو الذي ساهم في انتشار الأخبار الزائفة بالعادة الاحترافية، التي انتقلت فيما بعد إلى وسائل الإعلام التقليدية، لأننا اليوم نتحدث عن ما يسمى بانتعاش وسائل الإعلام لا كونفيرجونس ميديا، ونتجاوز اذا المعلومه اليوم العالم الافتراضي لتنتشر بسرعه على ارض الواقع. لكن تجدر الاشاره الى ان تفشي الاخبار الزائفه ليست ظاهره حديثه النشاه، فالعكس هو يعني ظاهره قديمه النشاه، وهناك اشكال مختلفه من هذه الظاهره. بعد ان قدرنا نتحدث اليوم عن عصر ما بعد الحقيقه، حيث اخترق موز اوكسفورد هذا المصطلح كمصطلح عام 16000، كما ان التحقق من المعلومات ليس ايضا بممارسه حديثه، ولكن ما هو الفرق اليوم هو وجود او يوجد بالانترنت دقه من المواقع الالكترونيه والادوات التي تساعد الصحفيين على التحقق من المعلومات مهما كان شكلها صوره او صوتا او نص. عملا نذكر ايضا ما مرت به تونس بين سنتي 12 و2000 و13 و2000 من موقف من الاخبار الزائفه، والتي دفعتنا نتائج في مؤسسه استاذ الى تصحيح الاخبار التي تسترد ببعض الوسائل الاعلاميه بدلا من الاخذ عن اخبار جديده. ومنذ ذلك التاريخ انطلق فعلا اهتمامي بما يسمى بالاخبار الزائفه، تكونت وكونت في هذا المجال حتى اضع بين ايديكم هذا الدليل العملي المتواضع الذي ينقسم الى اربعه فصول تجمع بين النظرين والتطبيقين، ويتخلل كل فصل مجموعه من التمارين التطبيقيه التي يمارس من خلالها القارئ المكتسبات النظريه. كما سعينا ايضا وهو الاهم الى تسليط الضوء على اهم تجارب محاربه الاخبار الزائفه خاصة في تونس، والذي سوف يكون فيما بعد محور ندوتنا اليوم بحضور قلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء في هذا المجال، وخاصة حاملي المشاريع مثل مؤسسة بزنس سكول ومؤسسة راس نيوز وغيرها. هذا الدليل إذا موجه إلى كل الفاعلين في مجال الإعلام والراغبين في التمكن من الخطوات الأساسية والأدوات والتقنيات الضرورية للتحقق من المعلومات قبل نشر، على غرار طبعا أساتذة الإعلام وطلبة الإعلام والصحفيين وايضا نشطاء الميديا الاجتماعيه والمواطنين حتى نساعدهم على بناء قدراتهم في هذا المجال. اذكر فقط بان التحقق من المعلومات ليس كما يظن انه محمد الصحفيه، بل هو محمد المجتمعيه اذا ما تحدثنا اليوم عن صحافه المواطن كالسلطه الخامسه. وبالتالي اشكر مؤسسه فريدير شتايمان وجمعيه ميلاد ايجو سوسايتي التي بدوري انتمي الى هذه الجمعيه، وسعيده وافتخر جدا للتجربه مع ايجو سوسايتي في بقيه ولايات الجمهوريه من خلال مشروع اذا صحافه البيانات، وهذا مشروع ثاني مع هذه المؤسسه الفاعله في المجال الصحفي ومجال التنفيذ المعلومه. شكرا اذا الى مؤسسه ايضا فريدير شتايمان، ونامل جيدا ان يستفيد الجميع من هذا الدليل، مذكرين بان هذا الدليل هو دليل مجاني ويمكن تحميل النسخه الالكترونيه مجانا عبر موقع تونيزيا factchecking.com، كما نضع على ذمه القراء فيما بعد صفحه فيسبوك اذا بعنوان هذا الدليل تونيزيا factchecking لمتابعه اخر الاخبار، باعتبار ان هناك دائما تطور للادوات وهناك دائما اذا للاسف اخبار زائفه تنتشر من حين الى اخر. يبقى ان نقول بالاخير مع اذا لمحاربه الاخبار الزائفه في تونس، لانها جزء من المسار الديمقراطي وهي من ابرز دعائم حريه الراي والتعبير.